يبقى امر اليقظه زي ايه القيام الانتباه من النوم عايز اصلي قمت قمت خلاص ناس بقى تقوم تصلي وبعدين يقعد كده على على, على حافه السرير كده وبعدين ايه آه يقوم جاي نايم تاني خلاص انتباهه ده ايه حجه عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قافيه على قفيه ثلاثه ثلاث عقد نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل نم عليك ليل ثلاث عقد فاذا قام اول او قام فكت اول عقده ذكر الله عز وجل انفقد توضا اتفقد عقده خلاص صلى فكت الثلاثه وشكرا على كده وان لم يفعل بلى الشيطان في اذنيه والعياذ بالله وقام خبيث النفس كسلان تقول لك كسلان ما فجر صلي فجر قبل ما نشوف فيتامين دي والتحليلات وكده صلي فجر خلاص والا قام خبيث النفس كسلان الواحد اللي ممكن يسيبه حادثه او موقف صعب مر عليه قلبه يوقف خلاص فقت بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وينام مره ويصحى مره وينام مره ويصحى مره اه طب انت الحادثه اللي جات لك والامر اللي جالك قعدت على حافه السرير ولا ونمت مره ثانيه ولا قمت؟ هو كده المنازل بتاعت ربنا سبحانه وتعالى اليقظه اولا وبعد اليقظة تأتي الايه الفكرة بتفكر في أسماء الله وصفاته في أفعال الله الكونية وأفعال الله القرآنية هو كده وبعدين أتوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا جالي الفكرة أقوم أعمل أقوم مش بقى وقلبي وجعني وبتاع يا والله كلام جميل قوي ما شاء الله سمعنا الدرس بقى والشيخ عيط وعيطنا كلنا بقى في الصلاه والطريقة فين؟ في عمل الخوف والحاجه ده يدفعني العمل الله عز وجل يقول وإني إيه لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ثم اهتدى يا نهار أبيض <applause> كل ده وبعدين يهديك ربنا سبحانه وتعالى ده الله سبحانه وتعالى يريد لنا التوبة والهداية قولوا آمين اليقظة لازمها عمل بعديها عمل على طول ابن قيم الجوزية يقول إيه فمنهم من يغلب بعد المجاهدة طويلة طويلة فيرجع إيه إلى الشر استغفر الله يختتم به ومنهم من يغلب طارة ويغلبه طارة ها جراحاته بس مش في مقتل ما قتلتهوش زي التاني اللي مات على معصية ومات على شر لا وعشان يدخل الآخرة لا يخرج لازم يخرج من الدنيا ويتحلل من الدنيا وشهوات الدنيا ومعاصي الدنيا هي دي اليقظة ثلاث درجات لمعرفه حز القلب والنعمه والدنيا والهوى ويطلع من كل الكلام ده اه يعرف قد ايه قيمه الدنيا وقد ايه الاخره قرار في ناس في المرحله بين الاثنين يعني طالبين دنيا وطالبين اخره ما ينفعش لازم يحدد ابن القيم بيقول لابد ان يولد القلب قلب ده يعمل ايه؟ من الدنيا الى الاخره فان لم تولد روحه وقلبه يخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وشهواته فهو ايه؟ كالجنين في بطن امه، لم يرى الدنيا خلاص ميت حتى يمات في ويطلع وخلاص. لكن اللي مازال في مشيمة نفسه دولت في ثلاث ظلمات، ظلمة النفس، ظلمة الطبع تطبع عليه، ظلمة الهوى فلازم يولد بقى الولاده مرتين مره من رحم الام ومره من رحم نفسك وقلبك قلب جديد يا رب ده اليقظه كما قال المسيح للحاورين انكم لن تلجوا ملكوت السماوات والارض حتى تولدوا مرتين المقصود ان القلب ثلاثه قلب لم يولد ولم يأن له ان يولد فهو جنين في بطن امه في الشهوات او في زمن بقى الشهوات والمعاصي والاستعلاء والكبر كل حاجه والقلب اللي في بطن الشهوات كلها لا تحصى اذا اكل لا ياكل ما طاعة طاع ولكن شهوات عمال يغذي نفسه شهوات اذا تزوج تزوج شهوه واذا حج حج شهوه وقلب أغ... مش 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 للطاعة ذات مش للرب ذات نفسه وده نبهنا عليه امبارح قلب اخر ولد وخرج لفضاء التوحيد خلاص لله سبحانه وتعالى وللاخلاص ولله لك يا رب ومعرفه الله سبحانه وتعالى تخلص من مشيمه الطباع وظلمات النفس والهوى عينه قره بالانس بالله اجمل شيء اجمل شيء انك تبقى قره عينك باللي يحبه ربنا سبحانه وتعالى ما هي قره عينك؟ لو قلت لك ايه؟ الصلاة وجعلت كرة عيني في الصلاة القرب القيام الصلاة كل واحد له طاعة على فكرة لو سألت واحد تعمل منجا هيقول لك اه لو سألت واحد تعمل الفراولة هيقول لك طب تعمل الموز مش عارفة هيقول لك ايه كل الكلام ده لكن لو سألتك بقى كل ده جميل لكن لو انا جيت سألتك بقى قول لي طعم القرب من الله طعم الأنس مع الله الحاجات دي ما تتشرحش الحاجات دي ما وصف إحساس المرء بيها العيون بالله عز وجل باللي في القلب أنا قلبي فين والله تقر عيني بك يا, رب وتقر عيني بالرسول الله ما من دنيا وآخرة قولوا أمين دول القوم الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس مين دول من إذا رؤوا اللي أول ما تشوفهم ذكر الله كان عمران بن حصين منهم إذا رآه الصحابة كبروا وقالوا له لو رآك رسول الله عليه وسلم لسر... لسر بك في ناس كده أول ما تشوفها تفرح بيها، في ناس أول ما تشوفها كده تقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أقول أنا أعرف أخوات وعندي أخوات أعرفهم. معرفة شخصية دولت، دي بتاعت لا حول ولا قوة إلا بالله، دي بتاعت ان لله وإنا إليه، دي بتاعت سبحان دي بتاعت الصلاة على الرسول عليه معروف أنتِ فين؟ إحنا مين؟ كرة عينك فين؟ صلاة، صيام، سجود، إيه قيام، إيه قراءة قرآن، حفظ، تلاوة، تدبر، أنتوا إيه؟ ذكر، إيه؟